الو السلام عليكم كاملين، كنتمناكم تكون على خير وبخير. اليوم حنايا مع مغربيه بريس كيف ما كتشوفوا. الاسم ديالي سميتي امزيان عدنان، سني 20 سنه، طالب بالمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير في عام ثالث ان شاء الله. وان باراليل انا واحد الفنان صاعد من الفنانين ديال قنيطره اللي كيتداولوا وكيزاولوا في نفس الوقت زعما الفن وبالضبط الموسيقى. كنقرا في المعهد ديال الموسيقى والرقص بالقنيطره في السنه الثانيه سولفيج، وكنت كندير الاله بروميير اني. اون باراليل كندير مجموعه من الحفلات الخاصه، وكذلك كيكونوا يعني حفلات كيكونوا لصالح جمعيات، وكاينين دي كوفر سوغ انستغرام ومجموعه من المشاركات مع الناس. اليوم بالخصوص غادي نطرقوا لمدينه القنيطره، غادي نتكلموا عليها كيفاش تقدر تدوز الوقت في قنيطره، تجربتي في العيشه فيها وبزاف ديال النقاط الزوينين. فشخصيا صراحه ما نقدرش ننكر ان كل شيء بدا من قنيطره. اكتشفت الموهبه ديالي في قنيطره من خلال ايامات اللي كنت زعما في المدرسه كانوا كيتنظموا مجموعه ديال الانشطه، تما كنكتشف فيها راسي بالضبط في المدرسه الخاصه ديال بن الخطيب، وهذه حاجه اللي زوينه بزاف بزاف زعما في قنيطره. ما نقدروش ننكروا انها كتعطي واحد الاهتمام بالجانب الثقافي والجانب الفكري، بصح بلي انه مازال خاصو الخدمه وباقي خاصو التطوير، غير هو الحمد لله كنحسوه حاضر، يمكن حيت انها جايه قريبه من العاصمه ديالنا اللي هي الرباط. واليوم غادي نعرفوا الاراء ديال الناس بخصوص مدينه القنيطره، فيش تقدر تدوز وقتك، لعيبات بحال هكا، فابقوا معنا، شكرا. المهم نرجعوا بالهضره على قنيطره. الا بغيتوا نبداو باول حاجه واللي كتميز قنيطره بزاف بزاف بالمقارنه مع المدن الاخرين، حنا كنتوفروا على وحده اللي كتكلاس من بين الجامعات العالميه واللي معروفه تبارك الله بالخضوره ديالها، ونقدر نقولوا اكثر اسباس اللي هو خضر في قنيطره فهي جامعه بنو طفيل. جامعه بنو طفيل جمع في نفس الوقت مجموعه ديال المدارس، كاينه المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، كاينه المدرسه العليا للعلوم التطبيقيه، وكاينه مثلا لويستي والمدرسه العليا ديال الكيمياء وغيرها وغيرها، يعني مجموعه ديال الطلبه ديال المغرب فانهم كيلقاو بلاصتهم هنايا باش انهم يوجدوا واحد الدبلوم اللي غيخول لهم انهم يحظوا بفرص ديال الشغل اللي هي زويونه. ومن غير هذا الشيء كاين اللي كيميز جامعه بن طفيل اون باراليل، كاين نقدروا نلقاو بلي ان كاين عندها واحد النقطه مهمه اللي هي الباراسكولير، فاللي عنده مثلا شي موهبه سواء الغناء سواء التمثيل ولا كيبغي انه يطور فكره مشروع، كاين الكلوب ديال اناكتوس. هذه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف بزاف، فكيف ما عارفين الناس كيقلبوا على واحد الحاجه فين انهم يفرغوا الطاقات ديالهم ويبدلوا شي شويه الجو ويخرجوا من داك الروتين ديال القرايه. هذه حاجه زوينه ان جامعه بن طفيل كتوفرها لهم، وبلا ما نقدروش ما نذكروش بلي ان كاين سيتي وكاين حتى بلايص فين يجلسوا الناس يبريباري وصوبوا مؤخرا واحد الخزانه اللي زوينه بزاف بزاف، يعني داك الشيء على شي الانترناسيونال يقدر الانسان يبريباري فيه. هذه نقطه زوينه نقدروا نشيروا لها. ورجعنا لكم مره اخرى، وكيف ما عارفين اليوم متطرقين للموضوع ديالنا الاساسي هو قنيطره، فنتكلموا شي شويه على السياحه في قنيطره وشكون فينا اللي ما كيعرفش واد سبو. بيان سور هانتوما كيف ما كتشوفوا واد سبو تبارك الله هو غادي عايم كيف ما تنقولوا، وكاينين بزاف ديال لي زاكتيفيتي زوينين اللي نقدروا نديروا هنايا. كيف ما كتشوفوا راه كاينين هنايا فلوكات، كاين الناس اللي مثلا ما كتساعدهمش الظروف على انهم يديروا جيت سكي ولا الكاياك، اللي بغيت نشير انهم كاينين دي كلوب ليهم، فكاين اللي كيختار انه يدور مثلا في الفلوكه بحال هكا كتقام عليه شي شويه بواحد الثمن اللي هو رمزي صافي، وكيضرب بك دويره من هنا حتى لهي، كتبقى كتشوف يعني مناظر زوينين. وما نقدروش بيان سور ننكروا باللي ان كاينين دي كافي ودي ريستورون اللي عندهم واحد لافيو اللي فنه 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 بزاف بزاف، كيطلعوا يعني على هذا المنظر الزوين سورتو مع الغروب، هذه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف بزاف. كاين اللي كيبغي يجيب العائله بحال هكا الدراري الصغار انهم يلعبوا شي شويه يبدلوا الجو، ما نكروش ان كاينين بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا سوا بوب كورن ولا كيبيعوا المهم اللي بغيتوا الببوشه، وانا شخصيا معشق الببوشه، فراه كاينين اشهر واحد في قنيطره نيت كاين هنايا، ومن غيرها من الانشطه اللي كنصحكم انكم تجيو وتجربوها معنا. وغنخليكم دابا في واحد الدويره خفيفه على ابرز البليصات اللي كاينين هنايا. Thank you.
كما كتشوفوا دابا حنايا كاينين في محطة ديال القنيطرة او لا لا غاردو كينيتخا، هو اللي كيميزو انه من احسن وارقى لي غار اللي كاينين في قنيطرة، وهو اكبر واحد حاليا في افريقيا. هذه حاجة زوينة وكتنضاف نقدر نقولوا في السيفي ديال قنيطرة واللي كتلعب للصالح ديالنا الحمد لله. كيتوفر على مجموعة ديال المرافق، كاينين بلايص للناس اللي بغاو يشريو حوايج، لي بنك، ومازال كيف ما كنقول هو في الطور يعني النمو، مازال كيتطور شويه بشويه. والحاجه اللي زوينه هي كيف ما كتشوفوا هاد البليصه الزوينه فين نجي صراحه يعني، وبزاف ديال الناس اللي كيجيو كيتصوروا هنايا لعباس بحال هكا. وفي نفس الوقت باللي كاين واحد الباركينغ اللي هو كبير اللي كيتسع المجموعه ديال الطوموبيلات، وهذه حاجه زوينه بزاف بزاف. وشكرا.